متعودين على الملعب من جهه وربما حتى ولا ربما البطاقه بعض البطاقه كما البطاقه الصفراء اللي تلقاها اللاعب تاعنا في الشوط الاول اللي خلاته يلعب بشويه متخوف. حتى انا كنت اتخذت قرار باش نخرج باسكو كما نقول لك سي تان جوار كليف ليكيب اللي نحتاجه. الوغ جي با فولي كما بروندر لو ريسك حامد جوار حامد جي با فولي كما قال بروندر لو ريسك. واش نقول لك احنا كما قال بغينا باش نديرو ريزيطا الله غالب ربي ما كتبش. هذه كما قال هذه كره قدم. حنا البلوز امبورطون لينا سي لانتيري تاع ليكيب تاعنا. حنا ما يهمنا لا لانتيري تاع اكس ني غير. حنا كما قال الحاجه اللي حوسنا عليها سي لانتيري تاع ليكيب تاعنا. ونا بونسي بوكو بليس بور لو ماتش تاع مغنيه ان شاء الله دوميسي. مازلتوا مهددين بالهبوط يعني؟ ابار تقدر تقول ابار بالك تروا زيكيب ولا كاتر ايكيب اللي اسيوراو المانتيا سي الاخرين. كي تشوف مام لي ريزيطا الحمد لله مام لي ريزيطا تاع اليوم ما كانوش ضدنا كما قالوا لك. تشوف الريزيطا تاع المغنيه الريزيطا تاع حنايا سيريمي ادوميسيل. حنا الحمد لله كما يقول لك دركا لوبجيكتيف سي غاني لي ماتش تاعنا كما يقولوا ادوميسيل. نقول لك على الفوز تاع اليوم تاعنا شوط كبير كما يقول لك في سباق الصعود ودينا لا بريمير بلاص عن استحقاق والجداره. نشكر الله الاولى ونشكر المدرب اللي راهم يديروا في خدمه كبيره واللاعبين ونشكر كاع الطاقم الفني والطبي وان شاء الله يلا يدوم ساعه كما يقول. المباراه تاع اليوم مباراة اليوم وين شفت اليوم كان عندنا شويه صعوبات في الشوط الاول وين لادفيرسير جاب الله عنا ديزامي الحمد لله يا ربي كانت جسدنا الفعاليه في الهجوم وسجلنا ثلاث اهداف والحمد لله يا ربي بارك الله.